أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة ومعايدة لأسر الشهداء من الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك. يأتي هذا تقديرا لتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق. في كل مكان في مصر كان في تضحية. تضحية الأبطال ضحوا بحياتهم عشان يحموا بلدهم وولادهم. أنت شهيد البطل دكتور عبد الله حبيش. ابن الشهيد المرحوم طه احمد مصطفى. اختي الشهيده اسمها ابو الحسن. ابن الدكتور الشهيد البطل شريف من خيم. زوجة الشهيد الدكتور عبد الله محمد عبد الكريم حبيش. زوجة الشهيد نبيع عدس ابراهيم. الطبيب المصري وفريقه الطبي واجه بنجاح جائحه كورونا في عز ذروتها. تسليحه كان علمه وايمانه، العزيمه كانت روحه، إصراره إنه يؤدي رسالته وينقذ كل مريض كان كل همه. هي كانت مطيعة جدا، كانت مطيعة وكانت بتحب شغلها، كانت تحب شغلها بعينيه. لا مخلص في عمله جدا وعنده أمانة وإخلاص. شغلها ده كان أهم حاجة في حياتها، رقم واحد في حياتها شغلها، ما كانش بيفرق معاها أي حاجة. أغلب الوقت ما كانتش متواجدة. ما كانش فيهم حد متأخر، وشو ده كان من الناس اللي بتاخد النبطشيات وكانت ملتزمة كواجبه وما كانش يقدر يتأخر عليه. وكان عنده ضمير وكان بيراعي ربنا لأبعد الحدود. وكان هو متفاني جدا في العمل بتاعه، وكان دايما يسعى لمصلحة المرضى وإنه يوفر لهم العلاج. لآخر لحظة كان بيأدي عمله، كان بيروح ما بيتأخرش عن حد. كان بينزل ويروح شغله لأن هو في عينين ملزومة منه وأطفال ملزومة منه. مفتقدة جدا، ما اقدرش ان انا اوصفه في كلمتين. حب ينزل عشان يساعد الناس برضو، وما حاولش يعني يتنقل او حتى ياخد اجازه او كده، فهو استمر في عمله. وفي حربنا ضد كورونا فقدنا شهداء كتير من الاطقم الطبيه والتمريض. ده واجبه، كان صعب قوي زي ضابط الشرطه وضابط الجيش. الدكتور نفس الحكايه، بل الدكتور اكتر كمان واصعب. ده الجيش الابيض مخلصين سهرانين طول الليل والنهار، كتر خير كتر خيرهم والله. بس برضه فراق صعب علينا، يعني مش قادرين نعيش يعني من غيره بصراحه. انا كان نفسي ابقى دكتور من وانا صغير عشان بابا. انا كنت بحب لما بيشتغل بحب اقعد معاه عشان اتعلم منه، حتى لو عرفت ابقى دخلت طب ابقى زيه. وعشان كده القياده السياسيه حريصه دايما تكون مع أسرة كل شهيد في كل مناسبة. فأرسل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية معايدة وتهنئة لأسر شهدائنا من الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك. هدية بسيطة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضرتك وللأسرة الكريمة، ويعني فخامة الرئيس نيابة عن مصر كلها بيقول لحضرتك والأسرة الكريمة كل سنة وانتم طيبين. وشهداء مصر في الجيش الأبيض يعني مصر مش ناسياهم. ربنا يبارك لنا فيه يا رب ويطول في عمره يا رب يا رب. وشكرا لسيادة الرئيس، ألف ألف شكر. ربنا يجعل مصر آمنة ومطمئنة، وعايزين نبقى مصر في أمان ورخاء. ربنا يديمه لمصر كلها. نشكر سيادة الرئيس إن هو فاكر كل الشهداء وكل الضحايا، ضحايا كورونا وكل الضحايا، فربنا يرحمهم جميعا. شكرا لسيادة الرئيس على المعايدة الجميلة دي، ربنا يخليك لينا. سيادة الرئيس هو أب لينا. هو الرئيس إنسان بيراعي كل الناس يعني، فاحنا بنشكره اكيد. لو احتاجنا حاجه اكيد ان احنا هنطلب منه، اكيد هو الاب الراعي لكل المصريين. متشكرين جدا ومتشكرين جدا على دعم سياده الرئيس للجيش الابيض كله. تحيه اجلال وتقدير وشكر لكل شهدائنا واسرهم اللي ضحوا معانا في حربنا ضد فيروس كورونا المستجد.